وينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي التركي سيد يوسف كاتب أوغلو. سيد يوسف أهلا بك. يعني إذا ما كان الرئيس التركي والحكومة التركية تعلم جيدا بأن حفتر لا يريد وقف إطلاق النار وهو يخترق هذا الوقف، وتركيا هي يعني هي وروسيا من حدد هذه الهدنة أو من أطلق المبادرة بهذه الهدنة، يعني ما تقييمك لهذا الموقف التركي الذي لا زال شاهدا لهذه الخروقات التي يقوم بها حفتر، ومع ذلك يعني لا يوجد أي تحرك لردع خليفة حفتر؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية يا سيدي، تركيا هي تقول للعالم أجمع هي تريد أن تقيم عليه الحجة وتريد أن تفهم العالم بأنه من يريد الأمن والاستقرار والسلام ووقف إطلاق النار هي الحكومة الوفاق، الحكومة الشرعية، ومن ورائها تركيا. ومن يريد الحرب والإرهاب ويستخدم السلاح ويستهدف المدنيين وهو يعني لا يريد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار هو هذا المتمرد الإرهابي حفتر. هذه الآن أصبحت ثابتة للعيان، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال. لذلك تركيا أقامت عليه الحجة الآن الخطاب السياسي التركي هو يقول، هو يشمل هذه النقطة، أنه يثبت للعالم فعليا بأن الذي لم يوقع في موسكو هو حفتر، بأن الذي لم يوقع في برلين أيضا هو حفتر. الذي يقصف الآن والذي يستخدم السلاح العسكري ويستخدم ويقصف هنا وهناك ويعني يقوم بالإرهاب هو حفتر، وبالتالي هذا ثبت بعد أن تم استنفاذ كل الوسائل لوقف إطلاق النار. لذلك تقام عليه الحجة الآن. لا أحد يلوم تركيا ولا أحد الآن يلوم حكومة الوفاق إذا ما تحركت من أجل ردع هذا الإرهابي المتمرد. إذن أمام العالم أجمع هو الذي رفض الأمن والاستقرار، رفض السلام، رفض وقف إطلاق النار، استنفذت كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وبالتالي الآن لا أحد يستطيع أن يلوم تركيا، وهنالك اتفاقات أمنية. وقالها رجب طيب أردوغان اليوم، لن نترك حكومة السراج وحيدة، وهنالك اتفاقات أمنية مشتركة، ويجب ردع هذا الإرهابي. نعم. إذن جوابا على سؤالك، ما الذي ننتظره؟ ما لدينا هي عبارة عن بضعة أيام فقط، وسيكون الرد التركي موجعا. التحضيرات على أشدها، كان هنالك آمال على أن يكون هنالك انصياع للضغوطات السياسية التركية والدولية. ميركل جاءت إلى تركيا وتم التباحث أيضا في هذا الشأن. قبلها كان في اجتماع لدول الجوار الست في الجزائر، قبلها كان هنالك اجتماعات دبلوماسية، زيارة الرئيس إلى تونس، الأحد زيارة الرئيس إلى الجزائر، استنفاذ كل الوسائل من أجل أن يكون هنالك حل سياسي دبلوماسي لتطبيق وقف إطلاق النار. قالها طيب أردوغان لا يمكن الوثوق به، أنا شخصيا قال أنا مؤمن بأنه لا يمكن أن نثق بهذا الإرهاب. لذلك العملية العسكرية على الأبواب يا سيدي، وسيتم ردعه، سيلقى كما قالها سابقا درسا قاسيا، والاستعدادات على أتمها. ولا طيب بالتالي سيد يوسف السؤال هنا، نعم بالتالي سيد يوسف السؤال هنا، بما أن تركيا يعني كما قلت حاولت أن تقنع العالم بأن حفتر لا يريد السلام، هل اقتنعت تركيا الآن بأن حفتر لا حل معه إلا الحل العسكري؟ هل اتخذت قرارها في المضي إلى في هذا الحل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني؟ يا سيدي تركيا ليست بحاجة لكي تقتنع. تركيا منذ بداية الأزمة هي تعلم لماذا تركيا بادرت وسارعت في تسريع أخذ تفويض من البرلمان التركي، لماذا قامت بداية بالاتفاقات الأمنية. تركيا عندها القناعة التامة، ولكن هذا لا يكفي. أمامك مجتمع دولي وأمامك سياسة دولية وأمامك من يجيش ويقلب الحقائق من إعلام يستهدف الشرعية في ليبيا ويستهدف تركيا. لذلك تركيا أرادت أن تثبت ليس لها الجميع أن تكون القناعة بالآن. أنا أقصد الآن هل اتخذت قرارها أم مازال ربما سنشهد حراك سياسي خلال الأيام القادمة؟ يعني القرار هو متخذ، ولكن ما يزال بحاجة إلى وقت. هنالك بعض المحاولات ربما تكون الأخيرة لكي يكون هنالك إجماع مطلق بأنه لا يمكن الانتظار بعد ما تم الانتظار. أتوقع بأن أيام قليلة فقط تفصلنا
عن أن يكون هنالك قوة تحرك عسكري رادع للهجمات الإرهابية الحفترية التي هي تستهدف المدنيين واضح. وتستهدف الشرعية في ليبيا. واضح جدا سيد يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي التركي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.